مين الاكبر بس عشان نبدا بينا الاول؟ احمد بقى طارق. احمد طارق هو الاكبر. انت في البدايه مواليد كام يا ابو حميد؟ 2000 مواليد 2000 2000 اللي بتلعب مع فريق الشباب مواليد 99 صح؟ انت في النادي الاهلي من كام سنه يا ابو حميد؟ من وانا عندي 9 سنين يعني حوالي 11 سنه بالظبط. 11 12 سنه. لا احنا عايزينك تحكي كده وعايزينك تفكر. لا انا الحمد لله بقالي فتره كبيره في النادي 11 12 سنه تقريبا نص عمري يعني. الحمد لله يعني طول الفترة اللي قضيتها في النادي فعلا عرفت يعني ايه معنى اللعيب اللي يعني كنت دايما اسمعها وانا صغير، شخصية لعيب نادي، شخصية لعيب نادي، عرفتها فعلا على مدار السنين حتى لو انا بلعب في الشارع مع اصحابي. عايز تكسب. ان انا لازم اكسب. بالنسبة لي لو خرجت متعادل ده بالنسبة لي خسارة. يعني حسيت ان انا قدرت ان انا في حاجات النادي ربها فيا من غير ما انا احس، عرفت قيمتها وانا خلاص قريب ان انا بقالي سنة يعني هضطر ان انا اطلع عرى. عرفت قد ايه ان انا متعلق بالمكان بالنادي وحتى يعني بالكيان نفسه، ان انا كل يوم بروح النادي عندي تمرين في الوقت المعين بقى مسؤوليه خلاص، ان انا عارف ان انا عندي تمرين الساعه 7 الصبح الساعه 1، انا عارف ان في حاجه في يومي شغلاني ان انا لازم هنام عشانها كويس، هاكل عشانها كويس، حتى ان انا احافظ على نفسي، ان انا حاجات كتير النادي عرف ان هو ينميها فيا وانا مش واخد بالي. فاكر اول يوم دخلت فيه في الاختبارات في النادي الاهلي؟ ده يوم تاريخي. طب احكي لنا كده. بالنسبه لي ان انا كنت داخل وكان ساعتها والدي كان موجود مدرب حراس مرمى. احمد طارق هو نجل الكابتن طارق سليمان. كان ساعتها هو مدرب حراس مرمى في قطاع الناشئين. بس هو دخلني ان انا حارس مرمى مواليد 2000، لما السن بتاع الاختبارات بتاع ال 2000 ان انا السن اتسمح ان انا ابقى موجود في النادي، ان انا لاعب عادي زي اي حد. ودخلت رحت 3 مرات. المدربين كان كابتن تامر السوي ساعتها، كان كابتن ياسر مصطفى، هما يعني كانوا ساعتها هما اللي موجودين في الاختبارات، فهم ما كانوش يعرفوا يعني انا مين ولا يعني ما تقالش انك انت ابن كابتن طارق سليمان عشان يعني يتوصل بيك ولا لا، انت دخلت زي اي حد عادي. زي اي حد. فاول ما دخلت فخلاص خلصت وهم يعني عايزيني ابصم بقى اللي هي البصمه، كنت مبسوط جدا. فهو بيسالني والدك فين؟ فانا بشاور جوه الملعب. فهو كابتن تامر وكابتن ياسر بشاور على مين يعني؟ فيسالني تاني فشاورت جوه الملعب، فبيبص فلا كابتن طارق سليمان. فبعد كده عرف ان انا فعلا، وساعتها كنت حاسس لما كبرت براحه نفسيه قد ايه والدي ان هو قدر ان هو يدخلني النادي يعني بمجهودي الشخصي. حاجه ما حدش هيقدرها كتير، بس انا كل ما ابقى جوه النادي وابقى عارف ان انا موجود بمجهودي الشخصي وان انا اول خطوه خدتها في حياتي، الحمد لله والدي قدر ان هو يحطني عليها لوحدي عشان يعلمني دايما ان انا في المكان ده بمجهودي الشخصي مش عشان هو. خامة ما شاء الله، خامة مبشرة وحاجة جميلة جدا. وهنسألك بقى عن دور الكابتن طارق دلوقتي بعد ما بقيت لعيب في النادي الأهلي بقى، وتصحيح الأخطاء لما يدخل فيك هدف، يعني الحوار العائلي اللي بيدور في البيت.